قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي واجب العزاء في شهيد البطل سعيد محمد الهاجري الذي لاقى وجه ربه الأعلى أثناء أدائه لواجبه الوطني والقومي والإنساني ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة العاملة في اليمن الشقيق في إطار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الأمل والحق والشرعية إلى الشعب اليمني الشقيق. فقد قام سموه بزيارة مجلس عزاء الشهيد في منطقة الشليل بالعاصمة أبو ظبي مساء اليوم، حيث أعرب سموه لأنجال وإخوان الشهيد وذويه عن اعتزازه والقيادة الرشيدة بشباب الوطن الذين يجسدون بتضحياتهم في سبيل الحق والعدل وروح المواطنة الصالحة والانتماء والولاء لتراب وطننا ودولتنا الحبيبة وقيادتنا المعطاءة. وتوجه سمو ولي عهد دبي بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد شهيدنا البطل وشهدائنا الأبرار بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم جميعا فسيح جناته، ويلهم ذويهم وشعبنا جميل الصبر وحسن العزاء.